نبدأ مع بعض بإذن الله النهاردة المراجعة على منهج العلوم في الصف الرابع. نبدأ في الوحدة الأولى وأول درس مهم جدا، وهو بعنوان التكيف والبقاء. طيب كنا بنقول يعني إيه التكيف؟ التكيف ده بمعنى إن الكائن الحي بيتحط قدام مشكلة معينة، المشكلة دي بتتطلب منه إن هو يحاول يتصرف في إنه يلاقي حل ليها أو إنه يتأقلم على الوضع اللي هو فيه، بحيث ان هو في الاخر يحافظ على حاله. زي بالظبط احنا كبشر كده، اول ما الجو بيبقى برد بنجري نعمل ايه يا مها؟ بنجري نلبس تقيل، مش بنفضل لابسين لبس خفيف زي ما بنكون لابسين في الصيف. طب هو انا ليه لبست تقيل؟ عشان انا اتحطيت قدام مشكله اللي هي عباره عن ان المناخ ما بقاش مناسب لوضع اللبس اللي انا فيه، فبالتالي ان انا البس تقيل ده انا كده بحاول اتاقلم واحاول اتعايش مع المشكله والاقي لها حل عشان احافظ على حياتي، بحيث بقى ما يقعدش يجي لي امراض وده ممكن ياثر عليا. لا، فهنا التكيف ده بقى طبعا انت اكيد عارفه، ابتدينا ندرسه مش على الانسان طبعا، بس ابتدينا ندرسه على كل الكائنات الحيه، في النباتات وفي الحيوانات وكمان جزء في الانسان. فأنا بيقول لك إن بعض المشكلات اللي زي درجة الحرارة وقلة المية وعدم توفر الغذاء وكمان المكان أو المأوى للكائنات الحية، كل دول بتبقى بعض المشاكل اللي بتخلي الكائن الحي ممكن يتوجه إنه يبدأ يعمل التكيف بتاعه. والتكيف ده قلنا زي ما قلت لك بيحصل في النباتات وفي الحيوانات، وبهدف إن هو يحافظ على حياته والعثور على الغذاء والماء. فبنبدأ بتعريف التكيف، وعبارة عن تغير هيحصل للكائن الحي. طب ليه بقول تغير؟ عشان احنا المفروض شطورين وعارفين ان التكيف ده هيقابلنا منه نوعين، يا اما تكيف سلوكي يا اما تكيف تركيبي. والنوعين دول بيبقوا عبارة عن تغير يا اما بيحصل في تركيب اعضاء الجسم، فبنقول انه تكيف تركيبي، أو إن التغير ده بيحصل في سلوك الكائن ده، السلوك ده معناه اللي هو التصرفات بتاعته، فبالتالي بنقول إن هو تكيف سلوكي. فأنا بيقول لك إن الجمل ده بيحدث، عفوا، إن التغير هنا هيحدث للكائن الحي بحيث إنه يساعده على البقاء والاستمرار في البيئة، عشان يقدر بالتالي إنه يحافظ على حياته. زي مثلا هنا دلوقتي بيقول لك عشان مثلا الجمل اللي قدامك، طبعا احنا خدناه بنقول ان الجمل بيتكيف مع الحياة في الصحراء بحيث ان هو يقدر يستحمل الجوع والعطش، لان طبعا الصحراء فيها قلة في الطعام وقلة في الماء. وبعد كده بيبدأ يخزن الطعام بتاعه وبيخزن كمان الدهون في الجزء اللي فوق ده اللي هو اسمه السنام. وعرفنا طبعا كمان ان جسمه بيغطيه الوبر عشان بيحميه من البرد او الحر في سواء في فصول السنة كلها. وبعد كده كان في عندك مشروع الوحدة اللي بيتكلم على الخفافيش، وقلنا فيه ان الخفافيش عبارة عن كائنات ليلية زيها زي البومة وزي قرد الترسير والحاجات اللي اتاخدت في المفهوم اللي بعد كده، كائن ليلي بمعنى ان نشاطه بالليل، وإن الخفافيش دي بتنام كده ورأسها إلى أسفل، يعني بتنام في وضع مقلوب، وإن هي طبعا ليها القدرة على الطيران، وأهم حاجة في دي اللي خدناها إن هي بتعتمد على صدى الصوت زيها زي الدولفين اللي خدناه في المفهوم التاني. يبقى الدولفين والخفاش الاتنين بيعتمدوا على صدى الصوت. إيه عبارة عن صدى الصوت؟ عبارة عن إن موجات الصوت بتطلع من الكائن، أول ما تخبط في حاجة تبدأ ترجع له مرة تانية يسمعها فيعرف إن في حاجة. يعني صدى الصوت ده معناه هو رجوع الصوت مرة تانية للكائن، يطلع صوته ويرجع له فيسمعه تاني. هو بقى بيعتمد في بحثه عن الغذاء أو في اصطياده للفرائس على الموضوع صدى الصوت. بعد كده بيقول لك إن بتحافظ سحالي الصحراء على برودة جسمها في البقاء بالظل. ده كل اللي خدته عن سحالي الصحراء، ان هي بتحافظ على برودة جسمها في عن طريق ان هي بتقف في الظل، وان كمان جسمها برضو بيبقى متغطي بيه الحراشيف والقشور. بعد كده طبعا ابتدينا نتكلم على البطريق، وان البطريق مع وجود او بيعيش في اكتر مكان بارد على سطح الارض،
وهو عايش في القارة القطبية الجنوبية، وإن جسمه، وبأكد جسمه فقط، جسمه من فوق يا كتاكيت، جسمه من فوق بس ملهوش علاقة بالأرجل. الجسم من فوق متغطي بالريش الكثيف، وكمان تحت الريش ده في طبقة من الدهون. طيب ده في حالة الجسم، إنما الأرجل من تحت أو الأقدام، لا الأقدام لا فيها ريش ولا فيها دهون، خليك فاكر الأقدام ما فيهاش أي حاجة خالص. طب الأقدام دي لا فيها ده ولا فيها ده، والأقدام دي هي اللي دايما واقفة على التلج، طب إزاي ما رجله ما بتتجمدش وما بيحسش بالبرودة الشديدة دي؟ فابتدينا نعرف إن هو ده حصل بسبب مساعدة الأوعية الدموية بتاعته، إن في عنده نوعين من الأوعية الدموية. في أوعية دموية، الأوعية الدموية دي معناها أنابيب بتنقل الدم داخل الجسم، اللي إحنا بنقولها إن هي عبارة عن اللي إحنا بنسميها الشرايين والأوردة والحاجات اللي بتمشي فيها الدم. طيب فإحنا بنقول إن الأوعية الدموية دي في منها نوعين، في منها بيحمل أو بينقل الدم البارد من الدم البارد منين لفين، دي مهمة أعرفها. الدم البارد أركز الأول، هو الدم البارد ده فين؟ ما هو الجزء البارد اللي هو الأقدام، لأن دي اللي متعرضة للتلج، فهي دي اللي بتبرد، عاملة بالظبط لو أنت رحت مسكت حتة التلج، مين اللي هيبرد؟ إيدك اللي ماسكة حتة التلج، هي نفس الكلام، هو واقف على الثلج بأقدامه، فالأقدام هي اللي فيها دم بارد. فدلوقتي بنقول إن الأقدام فيها دم بارد، إنما الجسم من فوق، الجسم من فوق فيه دم دافي، عشان ده اللي اتدفى من الريش، من الريش ومن طبقة الدهون. فبنقول أهو إن الأوعية الدموية هتنقل الدم الدافي، ركز بقى منين لفين؟ من الجسم إلى الأقدام. اشمعنى اسم الجسم؟ عشان الدم فوق اتدفى بالريش وبطبقة الدهون. طيب وفي دم، وفي أوعية دموية بتنقل الدم البارد من أسفل إلى أعلى، ولكن بقى في نفس الوقت الجزء ده، يعني أنا مش كتبه بالتفاصيل، ولكن في هنا في الأقدام نوعين الأوعية الدموية، وهذا الجزء المهم. نوعين الأوعية الدموية، سواء اللي بيحمل الدم البارد أو اللي بيحمل الدم الدافي، الاتنين ملتفين حول بعض، فنتيجة الالتفاف ده بيحصل بينهم انتقال في الحرارة. يعني ايه يا ميس؟ عاملة بالظبط كده يا حبايبي لما انت مثلا تكون ايدك بردانة في الشتاء، ايدك باردة قوي وساقعة جدا، وتروح مثلا ماسك ايد ماما، مثلا لما انت تقولي ماما دفي لي ايدي، طب ماما بتبقى ايديها دافية وانت ايديك بردانة، بس انت اول ما بتمسك ايد ماما كده بتلاقي بعد كده ايديك اتدفت وبقت سخنة، طب جات لها منين الحرارة دي؟ الحرارة اتنقلت من ايد ماما لايدك. يعني لما في جسمين يلمسوا بعض، واحد منهم دافي والتاني بارد، الحرارة تتنقل من الدافي للبارد. نفس الكلام الأوعية الدموية اللي في الأقدام وهي ملتفة حول بعضها، بيحصل بينهم انتقال للحرارة، فعشان كده بنقول إن الدم بيتدفى وهو لسه في الأقدام. الدم ما بيتدفاش، الدم البارد ما بيطلعش فوق في الجسم أصلا، ده هو بيتدفى في المكان ده بالظبط بسبب إن الأوعية الدموية جت في المكان اللي أنا واقفة عليه بالقلم ده، وحصل إن الالتفاف فيها. بأكد عليكم حبايبي، اللي يقابله أي حاجة مش فاهمها يرفع إيده من الزوم، وأنا هبدأ يعني أقول له إن هو يجاوب أو أفهمه الحاجة اللي هو عايزها. طيب بعد كده ابتدينا في طرق التكيف، وعرفنا ان التكيف ده فيه منه طرق ووسائل كتيرة جدا بتختلف من كائن لتاني، وابتدينا طبعا نعرف كل كائن، زي مثلا الدب القطبي اتميز بان عنده فراء ابيض، الفراء الابيض ده هو اللي بيساعده على، اشمعنى طيب عنده فراء والفراء ده كان كثيف، اشمعنى انه كان كثيف؟ عشان يساعده على الدف، لان هو كان بيدفيه، لان طبعا الدب القطبي كان عايش في القطب الشمالي. طب واشمعنى هو لونه ابيض؟ لان هو عايش في القطب الشمالي، يعني مكان كله تلج والتلج لونه ابيض، فلما يكون عنده فراء ابيض زي التلج اللي موجود حواليه، بيعمل الحاجه المهمه اللي خدناها اللي هي اسمها التخفي عشان يحصل على الفريسه.
الدب البني او الاسود لون الفراء بتاعه قلنا طبعا بيساعده على التخفي بين الاشجار للصيد، لان الاشجار اللي موجوده في الغابات اللي هو بيعيش فيها النوعين من الدب بتبقى طبعا اشجار طويله جدا جدا كده، زي اللي بنشوفها مثلا في كرتون طرزان. بنشوف ايه؟ بنشوف ان الاوراق موجوده فوق جدا، انما تحت كده انما تحت بنشوف بنلاقي اللي موجود كده بالظبط، اللي هو الجذع او الساق اللي هو الجزء اللي لونه بني، فده اللي بيبقى باين حوالين الكائن اللي هو الدب الاسود او البني، فبالتالي هو لون الساق بتاع الاشجار. وخدنا كمان ثعلب الفانك الجميل او ودان كبيره، ده ثعلب الفانك ان خدنا ان ليه فراء لونه ذهبي. طب اشمعنى ذهبي؟ عشان هو بيعيش في الصحراء، والصحراء الرمال اللي فيها لونها ذهبي، فهو عنده فراء لون المنطقه اللي عايش فيها. واي كائن عامل نفس الموضوع ان لونه يبقى شبه لون البيئه اللي حواليه بيبقى عامل ده بهدف التخفي. التخفي ليه؟ عشان يقدر يصطاد الفريسه بتاعته. وخدنا كمان طبعا معلومات تانية عنه، تعالوا نقولها مرة واحدة اهو، زي ان هو بيعيش في جو صحراوي، ان الفراء بتاعه بنقولها ذهبي او بني الاتنين واحد، وكمان ان هو بيعتمد على اللهسة مثل الكلاب عشان يحافظ على برودة جسمه. وكمان قلنا ان اذانه الطويلة بتساعده كمان على تبريد جسمه. طيب، وطبعا في من دول تكيفات من النوع التركيبي وتكيفات من النوع السلوكي، زي مثلا ان هو ليه فراء بني، ده حاجه في الجسم يبقى تركيبي، انما انه يلهث لا، ده سلوك وتصرف بيعمله يبقى تكيف سلوكي. الاذان الطويله ده برضه تركيب في الجسم يبقى تكيف تركيبي، وهكذا. طيب هنا برضو التلك الساحلي اهي، ان هي ليها حراشيف او قشور ملونه عشان تتخفى بيها بين الصخور، وان هي بتعتمد على الوقوف في الظل عشان تحمي نفسها من حراره الصحراء. طيب، اما بعد كده ابتدينا هو نوعين التكيف اللي بكلمكم عليهم، التكيف التركيبي والتكيف السلوكي. التكيف التركيبي زي ما قلت لكم بيحدث داخل جسم الحيوان، يعني بيحصل في تركيب الجسم نفسه، زي ان اقول اتكلم على الفراء، الاسنان، الاقدام، الاذن، الذيل، الحاجات كلها اللي بتبقى في الجسم. اما التكيف السلوكي لا، ده بيبقى في السلوك وفي التصرف للحيوان. بعد كده اتكلمنا كمان عن الثعلب القطبي، انه بيعيش في التندرا. التندرا دي نوع معين من انواع الصحراء اللي بيبقى فيها في الصحراء تلج، ولكن لما بيجي فصل الصيف التلج ده بيحصل له ذوبان وبتبقى منطقة عادية جدا. فهنا بيقول لك ان هي التندرا دي عندها برودة في الجو، وكمان فيها قلة النبات، يعني في قلة في الغذاء، الكلام ده في الشتاء. طيب، فالكائن ده بيكون ليه الثعلب القطبي ليه فراء ابيض، ولكن ده فين؟ ده فصل الشتاء. اشمعنى؟ عشان التندرة دي في الشتاء اللي بيكون فيها تلج، فهو في الشتاء يكون لونه ابيض عشان يعمل التخفي. طب لما بيجي فصل الصيف ويحصل ذوبان للجليد ده وخلاص ما بقاش فيه تلج، لا، مش هيفضل باللون الابيض زي ما هو. لما ما بقاش اللي حواليه ابيض وهو ابيض، هو كده هيتشاف بسهوله جدا وخلاص خسر التخفي ومش هيعرف يصطاد. فبالتالي بنقول ان التخفي او ان هو لونه في فصل الصيف هيتحول للون البني. فعشان كده لو سالك مثلا سؤال يقول لك ايه الكائن اللي بيتغير لونه حسب فصول السنة، يبقى على طول هو الثعلب القطبي. وكمان قلنا إن عنده سيقان وأذن قصيرة عشان بيساعده على التدفئة، وإنه بيعيش في جحور اللي هي أعناق أنفاق تحت الأرض عشان يحصل على الدفء. وقلنا إن النوعين من الثعالب سواء الفنك أو القطبي الاتنين بيتناولوا كل أنواع الغذاء، من حشرات، من فاكهة، من بقايا طعام، وإن هو عنده قدرة إنه ياكل أنواع مختلفة كده من الطعام، ده من التكيفات السلوكية. بعد كده قرش الثور، طبعا عرفنا إن هو بيقدر يعيش في أي نوع من المياه سواء المياه المالحة أو المياه العذبة، وإنه بيتسلل إلى الفرائس عن طريق خاصية مهمة اسمها خاصية التباين اللوني.
خاصية التباين اللوني. خاصية التباين اللوني دي عبارة عن إن هو لونه مقسوم كده نصين، من تحت من بطنه لونه أبيض، أما من فوق من هو من الظهر بتاعه يعني لونه أسود، بحيث إن الحيوانات اللي واقفة تحت ما تشوفوش، واللي واقف تحته ويبص فوق برضه ما يشوفوش. وكمان إن هو عنده قدرة إنه يصطاد بالليل أو بالنهار، عشان يقدر إن الفريسة بتاعته ما تتوقعش الميعاد اللي بيصطاد فيه، فيقدر يصطاد فيه في أي وقت. يلا بينا يلا حبيبي نبدأ مع بعض كده نحل، ولو في أي سؤال نظبطه مع بعض. يلا يا مها اقرأي كده حبيبي وحلي. الخفافيش حيوانات ها ليلية. ليلي، برافو عليك ليلي. ها يلا السؤال التاني. يغطي جسم الثعلب القطبي ب الثعلب القطبي جسمه كان متغطي بإيه؟ بوبر كثيف ولا جلد ثقيل ولا فراء كثيف ولا ريش كثير؟ فراء كثيف. برافو، طبعا فراء كثيف. يلا رقم ثلاثة. الثعالب تلهث تخاف درجة حرارة أجسامها. برافو الثعالب، تعالي الشطارة دي شطورة. يلا رقم أربعة. تشمل عمليات التكيف التغيرات التي في البيئة. عمليات التكيف عبارة عن التغيرات اللي تحسن بقاء النوع. في إيه؟ تحسن بقاء الأنواع قصدك؟ ده قصدك، برافو عليكي فعلا صح، ان هو بيتحسن بقاء النوع، ان الكائن ده يفضل عايش ومحافظ على حياته. يلا رقم خمسة. ماذا يحدث للكائنات التي لا يمكنها التكيف مع ظروف البيئة؟ لو في كائن ما قدرش يعمل تكيف تفتكر هيحصل له ايه؟ هيزيد عدده؟ قولي الإجابة التانية. لا يمكنها الاستمرار في البيئة. هو صوتك بيقطع شوية بس برافو عليكي، لا يمكنها الاستمرار في البيئة، شطورة. يلا رقم ستة. الحيوانات التي تعيش في بيئة حارة أذانها طويلة للتخلص من ممتازة، الحرارة الزائدة. زي خدناها في مثال ايه؟ ثعلب الفيل. ثعلب الفينك، برافو. يلا رقم سبعة. الخفافيش بتستخدم ايه كوسيلة للتواصل فيما بينها؟ صوت ولا ضوء؟ الصوت. الصوت. الصوت، ممتازة الصوت، الصوت. لأن احنا قلنا ان هو معتمد على صدى الصوت. يلا رقم ثمانية. حفر حفر الحيوانات الحيوانات للخنات. حفر للخنادق اللي الحفرة يعني. للخنات. كال التكيف السلوكي. برافو، ده تكيف سلوك، هو ما تغيرش حاجة في جسمه وهو بيحفر، لا ده سلوك وتصرف بيعمله يبقى تكيف سلوكي، شطورة. بعد كده ابتدينا نتكلم على طبعا حرباء النمر، وقلنا ان هي من الحيوانات المهمة جدا، خليكي مركزة عليها، ان هي من بتعيش في الغابات الاستوائية المطيرة. الغابات الاستوائية المطيرة يعني غابات مليانة كده اشجار، بتبقى غابات مليانة شجر كتير جدا جدا، لان طبعا متوافر فيها الامطار، من اسمها ان اسمها مطيرة. وطبعا حرباء النمر دي نوع من انواع الزواحف، ولكن عندها خصائص متميزه بيها بتخلي نوع الزواحف ده متميز، بنسميه الحرباء. اول حاجه طبعا بيقول لك ان برضو جسمها متغطي بالقشور والحراشيف الملونه. طب جسمها اللي متغطي بالحراشيف الملونه ده بيساعد طبعا على التخفي وسط الاشجار، لان طالما في عندي اشجار كتير يبقى عندي الوان كتير. وكمان قلنا ان اقدام على شكل حرف في، هي يمكن مش باينه هنا، ولكن هي لان القدم بيبقى بالشكل ده سي عشان بتمسك بيه فروع الاشجار فمش باين من هنا، ولكن هي اقدام على شكل حرف في. ليه؟ عشان تقدر تلتصق بفروع وجذور الاشجار للصيد. بعد كده الذيل بتاعها قلنا ان بتستخدمه عشان تلتقط بيه الاشياء،
والعينين بتاعها ليها قدرة على إنها تتحرك في اتجاهين، أو بمعنى إن هي عندها قدرة إنها تستخدم كل عين في بشكل منفصل. ما إحنا زينا إحنا البشر، لأ أنا لازم أستخدم عينيا الاتنين عشان أبص لنفس الحاجة. فبالتالي لأ أنا مش هينفع كده. هي بالنسبة لها عندها حاجة مش موجودة عندنا، لأ هي عندها إن هي تقدر تخلي كل عين تعمل بشكل منفصل، مثلا عين بتبص على يمين وعين بتبص على اليسار. طب ده بيساعدها في إيه؟ أو بيساعدها كتير، إن ممكن مثلا تكون عين عندها بتبص بهدف إن هي مثلا تبحث عن الغذاء، والعين التانية بتبص على المنطقة اللي حواليها بحيث مثلا تحمي نفسها من الأعداء إن محدش يجي ياكلها، فبكده بتأمن لنفسها أكبر قدر من التكيف. وكمان قلنا أهم حاجة بقى إن هي بتقدر تغير لونها مع البيئة اللي حواليها، يعني لو وقفت على حاجة لونها أخضر لونها هيبقى أخضر، وقفت على حاجة أحمر لونها هيبقى أحمر. ليه لونها طيب شبه البيئة اللي حواليها كده؟ ده بيساعدها طبعا إن هي تبقى صعب إن هي تتشاف من الأعداء وتقدر تصطاد بسهولة. بعد كده ابتدينا طبعا وكمان ان هي بتنفخ جسمها وبتفتح فمها بشكل واسع لما بتتعرض للحظات الخطر بهدف ان هي تخيف الاعداء. وبعد كده طبعا دخلنا في درس تكيف النباتات، اللي عرفنا فيه ان النباتات بتقدر تعمل تكيف عادي بشكل زي الانسان والحيوانات. وقلنا ان النباتات في منها هناخد اتنين بشكل مفصل واتنين كده بصورة بسيطة، وكذا واحد بعد كده بصورة بسيطة. الشجرتين اللي خدناهم او النباتين اللي خدناهم بشكل مفصل، هو اول واحد شجرة الصنط اسمها شجرة الصنط. شجرة الصنط دي قلنا ان هي بتعيش في غابات السافانا اللي موجودة في جنوب افريقيا. طب ايه المشكلة اللي هتقابل الشجرة دي عشان تعمل تكيف؟ هيقابلها مشكلة قلة المياه، عندها مشكلة إن المية قليلة ومش هينفع نبات يعيش بدون مية، لازم مية. طب هتبدأ تتصرف إزاي شجرة الصنط مع المشكلة دي؟ تعالوا نشوف. أول حاجة بنقول إن شجرة الصنط دي هتبدأ تتكيف عن طريق إن هي أول حاجة فيهم، تعالي نبدأ كده، إن ليها جذور، يقول لك جذور وتدية طويلة، يعني ليها جذور قوية كده، والفكرة إنها بتبقى طويلة جدا، طولها تقريبا 35 متر. طب ليه جذورها بتبقى طويلة كده؟ عشان تقدر توصل للماء اللي بتبقى موجودة تحت الأرض وتمتصه وتختزنه. تاني، يبقى هي عشان تعالج مشكلة نقص الماء ابتدت كان ليها جذور طويلة طولها تقريبا 35 متر عشان تصل إلى الماء اللي موجودة تحت الأرض وتاخدها وتخزنها في الساق بتاعها. طيب وهو بيكمل لك إن الساق أو الجذر إن هو بيخزن الماء اللي يعني الجذر ده طبعا بيبقى موجود تحت التربة، يمتص الماء من تحت كده ويجي في الساق اللي هو الحتة البني دي، الساق اللي هو الحتة الجزء البني ده، ويخزن الماء بحيث ان هو لو احتاجت الماء يقدر يتوفر ليه. بعد كده بنقول كمان ان الاوراق بتاعتها صغيرة وبتبقى موجودة كده زي شكل الشمسية على قمة الشجر. طب ليه؟ بالطريقة دي بتقدر تمتص اكبر قدر ممكن من ضوء الشمس، وكمان بتحتفظ بالماء. ومش بس كده، الاوراق كمان فيها اشواك حادة. طب ليه فيها أشواك حادة؟ عشان تمنع الحيوانات من أكلها، لما في حيوان يجي ياكلها كده ما يعرفش عشان هي فيها شوك، طبعا ما عدا الزرافة لأنها طويلة، يعني الشجرة دي طويلة جدا جدا فما فيش حيوان هيقدر يطولها ما عدا طبعا الزرافة بتقدر. طب أنا هفرض يا ميس إن في زرافة قدرت توصل للورق وكمان عارفة تاكل وبالرغم من إن في شوك، لا الشجرة دي مش هتسكت، هتبدأ تفرز سم. السم ده مش هيموت الزرافة ولا حاجة، لا ده بس السم ده بيخلي طعم الأوراق مر ومش حلو خالص،
فالحيوان ده خلاص مش هيقدر ياكل منه، مش حاببها خالص، طعمها مر جدا الاوراق دي. فالحيوان ده هيعمل ايه؟ هيروح سايب النبات ده، انا مش عايزه، طعمه مش حلو. بس شجرة الصمت دي بقى جدعة وبتحب صحابها قوي قوي يا مها، هتعمل ايه؟ مش هتسكت، هتبدأ تبعت رسالة لباقي الأشجار صحابها، تقول لهم بصوا بصوا، ده أنا في زرافة هنا كانت بتاكل مني، بس أنا طلعت لها سم ومش هتاكل مني خلاص، بس الحقوا انتوا كمان طلعوا نفس السم، عشان لو جت، لو سابتني وجت لكم تلاقي برضو طعمكم مر وتمشي من هنا وما تاكلش منكم. فبنفس الطريقة بتخرج رائحة كريهة بيحملها الهواء عشان تحذر بيها أشجار الصمت الأخرى، عشان تخرج السم، عشان الحيوان ده ما يقدرش ياكل خالص من كل الأشجار الصمت الموجودة. طيب، وكمان في شجرة الكابوك. شجرة الكابوك بقى عكس شجرة الصمت في المشكلة. شجرة الكابوك دي عايشة في غابات الأمازون المطيرة. يعني إيه مطيرة؟ يعني في عندها أمطار، يعني على العكس بقى، ده هي عندها كده وفرة في الماء. شجرة الصمت كان عندها قلة في الماء، الكابوك عندها قلة في عفوا الكابوك عندها وفرة في الماء. أول معلومة طبعا شجرة الكابوك دي طويلة جدا. طيب هنبدأ نتكلم بعد كده على إن هي طبعا طويلة، هنتكلم على أهم حاجة وهي الجذور. إن الجذور بتاعتها قوية داعمة تنمو إلى أعلى، الجذور بتاعتها قوية داعمة بتنمو إلى أعلى. يعني الجذور بقى عكس جذور شجرة الصمت، جذور شجرة الصمت كانت ممتدة إلى أسفل، يعني الجذر كان في الصمت فوق هنا كان بيقعد يكبر كده، يكبر لتحت يكبر لتحت، اشمعنى؟ عشان يصل للماء اللي تحت الأرض. إنما المرة دي هو مش محتاجة، شجرة الكابوت مش محتاجة تعمل كده، لأن هي بالفعل عندها ميه، فمش محتاجه تجيب ميه من تحت الارض. فهنا بنقول ان الجذور المره دي بتنمو لاعلى بحيث انها تدخل في الجذع او الصاج البني ده اصلا. طيب ليه؟ عشان تقدر، الجذور بتبقى قويه وبتنمو لاعلى عشان تثبت الشجره، لان هي طبعا موجوده في مكان فيه ميه، فالارض اللي فيه بتبقى بيئه طينيه او رمليه، يعني بيبقى فيها احساس المكان اللي هو بيبقى فيه طين. عارفه انت الطين لما بيبقى فيه احساس انه بيزحلق، فبالتالي الشجره دي من كتر ما هي ضخمه محتاجه ان هي تبقى ثابته جدا في الارض، فالجذور طبعا اللي بتقوم بالوظيفه دي. وكمان ان الاوراق بتاعتها بتشبه راحه اليد، شبه الصوابع كده وهي مفتحه عن بعض عندنا، عشان يقدر الهواء يدخل بين الفتحات دي وما يحصلش ان الاوراق دي تتمزق يعني. وكمان على عكس شجرة الصمت، شجرة الصمت كانت بتفرز رائحة كريهة، المرة دي لا، دي هتفرز رائحة بيقول لك عبير أزهرها، يعني رائحة جميلة. طب ليه؟ عشان تجذب الخفافيش نحوها، لأن الخفافيش بتساعدها في عملية التكاثر. بعد كده في كم معلومة عن كم شجرة سريعة كده، زي شجرة المنجروف. قلنا ان دي ليها جذور طويلة عشان تساعدها على مقاومة الامواج، لان شجرة المنجروف دي بتعيش في الماء المالح. بعد كده زئبق الماء او اللي هي زهرة اللوتس، دي اوراقها بتكون عريضة جدا، والزهرة دي بتبقى طالعة كده على سطح الماء من فوق. طب ليه بتبقى بالطريقة دي؟ الفكرة ان الاوراق في النباتات وظيفتها ان هي بتمتص ضوء الشمس، فكل ما الورق يبقى عريض ده معناه انه هيمتص كمية اكبر من ضوء الشمس، لانك السنة الجاية ان شاء الله يا حبيبي كده لما تكبري هتعرفي ان ضوء الشمس ده مهم جدا جدا، لان النبات بيحتاجه عشان يصنع بيه غذاء، فلازم النبات يحصل على ضوء الشمس. بعد كده اتكلمنا على النخيل، ان النخيل ليها جذور طويلة، لان النخيل المفروض بيعيش في الصحراء، فمحتاج جذور طويلة عشان برضه يوصل للمية زي فكرة الصمت. وكمان إن الشجرة تكون، إن النخل عفوا تكون ثابتة وقوية عشان تصمد أمام الرياح، لأن الصحراء بتبقى الرياح فيها شديدة. وكمان خدنا شجرة الصنوبر. شجرة الصنوبر اللي هي بتبقى زي الشجرة اللي بتبقى حاطينها في الكريسماس دي، أكيد أنت عارفاها، اللي بتبقى شبه إيه؟ المخروط كده. طب مالها شجرة الكريسماس دي؟
قلنا إن فروعها قصيرة زي بالشكل ده، الفرع هنا قصير قصير كله نازل قصير وبتبقى بالشكل المخروطي ده. طب ليه بالشكل ده وكمان فيها أشواك؟ عشان تمنع فقدان الماء وتمنع كمان إن الحيوانات من أكلها. نبات التين الشوكي أكيد أنت عارفاه وبتحبيه. نبات التين الشوكي طبعا اسمه شوكي أو متميز بأنه فيه أشواك كتير على الأوراق وعلى الثمرة وعلى الشجر وعلى كل حاجة. ليه؟ عشان يمنع الحيوانات من أكلها، لأن التين الشوكي ده نبات صحراوي ما عندوش وفرة غذاء كافية إن هو يقعد كل شوية يصنع غذاء بقى وكل حيوان يجي ياكله. لا، أنا عايزة أمنع الحيوانات من أن تاكلني فأحط له أشواك. يلا حبيبي مع بعض نحل. يلا اقرأي السؤال الأول. يلا يا مها. يلا يا مها افتحي المايك. من التكيفات السلوكية التي تساعد الحيوان على حماية نفسه من الأعداء أنا عايزة كده تكيف سلوكي التكاثر. يساعده على حماية نفسه من الأعداء. التكاثر، التكاثر التكاثر ولا لا؟ طب اقرأي تاني. التكاثر من التكيفات السلوكية التي تساعد الحيوان على حماية نفسه من الأعداء الهجرة. فكري فيهم، تخفي ولا انقراض ولا هجرة ولا تكاثر؟ فكري قولي رأيك. التكاثر، قال ايه؟ التكاثر، التكاثر اللي هو رقم ب. اه طب انت فاهمة يعني ايه التكاثر؟ نعم، بيتجمع كلهم كده جمع حاجات. لا، ايش عارفة التكاثر يعني ايه؟ تكاثر معناه ان الكائن ده يخلف، يعني يتزاوج ويجيب أفراد جديدة، ده معناه. فهو دلوقتي لما يتزاوج ويجيب أفراد جديدة وكده حمى نفسه من الأعداء. خدي بالك أنا مش بختار أي تكيف سلوكي، أنا بختار تكيف سلوكي هدفه إن يحميه من الأعداء. الأعداء اللي هي الكائنات اللي عايزة تاكله، عايزة تهاجمه، ما تبقاش قادرة إن هي تحصل عليه. ما ها صوتك بيقطع شوية. خط ها قلنا تكاثر. لا يلا فكري في حاجة بديلة. التخفي. التخفي إجابة صحيحة، برافو عليك. لأن قلنا التخفي زي إن اللون بتاع الكائن يبقى شبه لون البيئة اللي حواليه بحيث إن هو يحمي نفسه من الأعداء. برافو. يلا رقم اتنين. جذور نباتات النخيل تساعدها على ها الصمود أمام الرياح ولا الوصول للمياه الجوفية ولا تثبيت النبات في التربة ولا جميع ما سبق؟ احنا قلنا إن نبات جميع ما النخيل، طلب. أيوه، ما نبات صحراوي عنده جذور طويلة عشان كل دول. برافو عليكي. طيب السؤال الثالث، ما هو التكيف؟ عندك 4 اختيارات، نختار أنسب حاجة للتكيف. إن عملية تظهر بها أنواع جديدة، ولا خاصية تمتلكها الكائنات الحية لمساعدتها على البقاء، أو شكل من أشكال التلقيح للأشجار، ولا عملية تتخلص بها الكائنات من المواد الضارة؟ أنهي إجابة في دول؟ خاصية تمتلك برافو، خاصية الثانية. تمتلكها الكائنات عشان تساعدها على البقاء. يلا، تنمو أشجار المنجروف في، أنا قلتها، الماء العذب ولا الماء المالح؟ العدد متأكدة؟ طب ممكن الماء العذبة دي نحط فيها شوية ملح؟ ممكن؟ فتبقى ماء إيه؟ مياه ملح. ايوه، يبقى مياه مالحه. ما تنسيهاش
أشجار المنجروف بتعيش في المياه المالحة، يعني بتعيش على البحار والمحيطات، مش بتعيش في الأنهار. أكيد أنت خدتي دراسات عارفة الفرق بين النهر وبين البحر، صح كده؟ طيب يلا الخفاش، يلا نوصل، قولي نختار له ألف ولا ب ولا ج كده. يعتمد على ارتداد ارتداد، الصوت لتحديد ارتداد موقع معناها فريسة. رجوع يعني. ما هو برافو يعني، هن برافو. يلا طب والتخفي اختار له ايه؟ نوع من التكيف يساعد الحيوان على الاختفاء. برافو شطورة. رقم 3 حرباء النمر، طبعا ما فضلش له غيرها، أقدام اقدام على شكل أكثر. حرف ايه؟ شطورة يا مها. طيب تعالي هنا بيسألنا سؤال كده نجرب نشوف هنعرف ولا لا. سؤال بيقول لك إن بتمتلك الأرانب أقداما خلفية طويلة قوية تساعدها على القفز والهروب عند الخطر، تقدري تحددي لي نوع التكيف اللي عند الأرانب ده؟ ها؟ إيه نوع التكيف اللي موجود في الأقدام تركيبي الطويلة؟ تركيبي برافو تركيبي، لأنه بيتكلم على تركيب عضو من أعضاء الجسم، فبالتالي هو تكيف تركيبي. برافو عليك يا ما. هنبدأ بعد كده كمان نخش بقى في أسئلة اخطر نكمل بيها حلنا على الدرس اللي خدناه. عندما تهاجر الطيور من بيئتها للبحر.